مطلوب ان انا عاوز البلد كويسه، وعاوز الراجل اللي يمسك العضو من دول يبص للناس ويبص لمستقبل الشباب. واخد بال حضرتك؟ بدل ما يبقى الشباب متبهدله وقاعدين في الشارع وقاعدين على القهوه، لا يا عم نقول لهم ايه اللي بطلباتهم ونفذ اللي هم عاوزينه. واخد بالك؟ ده المطلوب. فالمفروض ان انا ما اقعدش على مكتبي واقول انا ايه بعمل، لا ما تعملش، احنا عاوزينك تعمل فعل بجد. وده مطلوب منهم كلهم يعني. انا بامل ان العضو اللي يترشح نائب في المجلس يهتم شويه باحوال الفقراء ويهتم بالشوارع شويه، لان انا شايف ان الاهتمام دلوقتي في مصر الجديده بس في الشوارع الحيويه الجامده زي صلاح سالم الاوتوستراد، لكن في شوارع بقى تانية انا بروحها مثلا زي امبابه الحي العاشر، الحاجات دي كلها عايزه نظره كمان شويه. هي انتخاباتك كويسه وانا رحت انتخبت، بس عاوزين اللي ينتخبوا يعمل لنا مشاريع ويعمل لنا كباري ويعمل لنا ويحافظ على البلد ويعمل حاجات حلوه للبلد. يعني احنا بنطلب من الساده اللي ربنا يوفقهم في الانتخابات ان هم يعني يكونوا على قدر المسؤوليه ويحاولوا يعني ايه يسنوا قوانين لخدمه من الشعب. يشوفوا الغلبان اللي ساعدوه يدخلوه مستشفى يتعالج، يشوفوا سكن، التعليم غالي، السكن غالي. هو الانتخابات دي عشان الغلابه، يشوفوا الغلابه.